عبدالله السيف تعال، الاختبار في انتظارك. شد حيلك، حتبدأ معاك المؤثرات. حاول تقتبس الشخصية مع هذه المؤثرات، ممكن تصير معوقات، فكيف تتصرف معها؟ ثواني بس. اي يا جماعة، المهم لا لا جول جول جول. لحظة، لا يكون الهدف جاء في المطبخ. صاير جول في المطبخ. اصبر، تعوذ من الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المهم يا الربع، بالتوفيق. لا طيب، ابى احكي لكم حكايه وسالفه. لحظه يا ابوي الامام. اي يا طيب، ابى احكي لكم سالفه. لا والله يا طيب، يا ابو محمد قاعد اسولف على الربع، بس يعني لو توسع شوي. طيب يلا خليك كذا كذا. اي كذا. انا يسموني في طلعات البر، في طلعات البر يسموني ذاك اللي سوالف سواليف جن، عرفت سواليف الجن. مره كنت طالع في البر، والصرع انبرى، هي من سواليف الجن انه في هدف جاء في المشكله في المطبخ. انه اسلم، الهدف جاء في المطبخ، فجاء طق طاح قزاز، فكرت رجعنا للبار، صار إصابة. لا لا، عطني سالفة، عطني سالفة. طيب، أي عطني سالفة. أحسك راعي سوالف. لا لا، أنا رجال، أنا ذاك اللي يسمونه سواليف البر. أنا لا طلعت لو سمحت بسألك بس، يعني أشوفك داخل ما شاء الله وتتمشى وماخذ راحتك. والله أنت اللي داخل. هذا بيت من؟ بيتي. بيتك؟ إيه. تأكد من الأثاث، تأكد. يلا اللي بعده، ما شاء الله تبارك الله. ياسر، والله تو جايتك واحده، والله العظيم زي ما قلنا لك يا عبد الله.